عودة أحمد مع مؤرخنا العم بدر السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي. عمي حدود مناطق الكويت أول طبعا كانوا الناس بالجهرة وبفحيل وبجلب شقيرة، بس أغلبهم يعني عفوا متكودين في جبلة وشرق والمرقاب. حدودهم شنو ما جبلة وشرق والمرقاب؟ شنو حدودهم؟ يعني وين يقعون الآن؟ إيه يعني مثلا الشرق من عند المستشفى الأميري إلى وين؟ ليه ما دسمان مرة منه لما الأخير البدر مني لا يعني قصر السيف لما قصر لأن ديوان البدر هناك. إنزين جبلة جبلة من العمتي نجيب السياسة أحمد رفاع الساعد نبي من وين جبلة خالت منيرة والله أنا مو مثبتها الله منيرة الطبطبائي ها الله يد أختها يدتنا نورة أم الوالد سيد وساج نورة هذا اللي فيه ديوانية الرفاعية هذا يعني العكس ان الجبله من وراء ديوان البدر وال أيوة والكليب وهذا الى مجلس الامه من هناك ايوه هذا زين المرقاب من وين عن بريد الصفات بريد بريد الصفات وانت رايح الله نفس الحين زين عمي هل كانت باللهجات سالنا واحد من الرفاعيه شغله شكر وشكر شنو سيد رائد احنا نقول شكر شكر وهم يقولون شكر انتوا اي منطقه يقولون علينا يقولون تقولون شكر 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 هو شكر صح شكر يقولون احنا شكر هم يعيون يبون علينا يقول هو تقولون شكر ذكر وشكر مو شكر انتو شرق ها شرقاوي الله زين والمرقاب المرقاب هاي الحدود اللي موجودة الآن نفس المكان زين حج آدم الدسوق يقول أهل شرق أهل أكالين الكموم ها؟ يقول شرق أكالين الكموم وجبلة أكالين اللحم والمرقاب ما أدري شنو صحيح؟ لا حكي هذا لا ها؟ يعيبون علينا يقولون أنتم أكالين اللخم أيوه وهم أكالين الزبيدي يقول شنو أنتم أكالين اللحم؟ إيه والمرقاب أكالين اللحم أكالين اللخم وإحنا يقولون أنتم أكالين الكموم زي كان يصير سكات عمي هوشات؟ أول يصير أول يصير يعني عفوا بشنو بعجرة بشنو مطاعة وهاي العصا الطويلة لا حضرت هوشات عمي سيدنا أبو أحمد بعض طالع حضرت هوشات والله يعني يحضرهم عمي عبد المحسن والله رئيس جمعية الشعراء النبات أكبر مني كان هو يدش فيها سكات لما صير سكة يدش وياهم ويتعورون الناس وايد تعورون على شنو يعني النجرة؟ معايا وكذي ويقول هذا انتم وانتم سادة وانت يقول هذا سادة وتالي تشتعل السوداوية مالته سادة الله زين عمي كان اذا صارت هوشة ما يتصالحون ولا بسرعة يتصالحون؟ لا يتصالحون بسرعة من اللي كان يصالح الناس؟ يقول واحد يصلحهم يتصالحون من اللي كان يصالح الناس؟ كان اول يصالحهم الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي الله يرحمه صديق الله وبعدين الاوليين اللي موجودين الاول مثل النصف اكو اول الله بشطفة النصف ايوه هذا وبعدين الجبر غانم الجبر غانم نعم نعم اي يصير حق راي الافتخار هذا بعد الشرق زين عمي والحريم يتناجرون ولا عادي والله هم يتناجرون والله منو اللي صالحهم الحريم منو في كانت ملاية تساعدهم يصالحونهم مع في ملايات عمتي كانوا يصالحون الحريم يدة ام رقيه اسمها مطوعه ثاجبه عمتها هذه مشهوره كبيره من اي عائله كريمه من عائله فضاله فضاله كلهم فضاله ام يدتنا رقيه احمد حسين فضاله اللي يصير هي تصير يدتك تصير ام يدنا المحامي الاول محامي الكويتي السيد هاشم السيد احمد الرفاعي كانت هي تصالح الناس وين بيتها وين بيتها الثاجبه الفضاله اي نعم بالاول بيتها ايه اول بيت عمتي وين بيت المدرسه الشرقيه وين بيت الملايه ثاجبه الفضاله يم المدرسه الشرقيه مال البنات القديمه الله هذه ياهل كانت اللي عمي صوب المقبره يم المقبره مال هلال فجحان المطيري صوب البحر عند وزاره الخارجيه وقصر سيف يعني حضرتها عمي انت اي والله انا حضرت شنو تشبه منه كانت الله يرحمها ثاجبة الفضالة شابه أمي رقية الله رقية الفضالة أم رقية ما لحقنا عليها يعني هي تصير أم يدتنا رقية
امها ولا خ... ولا خ... ولا خالتها عمتها عمتي ثاجبه اكو اخت عمتي مريم عماتنا اي صح ما يصير هي خالتها مريم وثاجبه مريم السيد احمد الرفاعي زوجة عمنا السيد يوسف السيد سيد يوسف السيد احمد الرفاعي ادري ما شفتها زين عمتك دشيت هوشات ولا كنت مسالم والله شوي يعني صغير يعني زين ويدنا سيد هاشم الرفاعي يطلع لهم بالعجره اصابيع عاد لا اصابيع يقول السيد مو جبان الله انا رحت شفت ابوي قلت راكب على السيكل وبيروح يدور الدقاقه اللي هربون اول هذا انا قلت له اول ما في المخدرات قلت له يبا وين رايح قلت له وين رايح يبا قال انا لاحق الدقاقه دي قلت له يبا انت ما تخاف هاي الدقاقه يذبحون قال انا خاف السيد خاف لا تخاف انت السيد ما يخافون قال لي كذي خوفني عيوني يعني وحط علي قال سيد ذا سيد لا تخاف ليش قالت خليفه ولدي يقول هذا جمل ابوي بابا هاشم جمل يقول اي والله هالحكي اي سنه عمي اي الحكي اي سنه هلا سيد الرومي سيد رام محمد عمتي اي الحكي اي سنه عمي هاي السالفه يعني بالاربعينات والله زين عمي وكان معاه تفق انا صغير كان عيدنا لما راح ركب السيكو راح يراقب الحدود معاه تفق بس واحد شنو شوزن ضابط شوزن ولا لا تفق عاديه مخمس مخدرات حق مخ اول ما مخدرات يمكن حق سلاح قبال حق تهريب شيء انا قاعد اقول له تخاف كان يلتفت علي عيونه هذا حمر وجهه طاق قوي كان اقول له هلا ها قلت له لا اي لا لا تخاف يقول لي السيد ما يخاف صوت عنده ايه اوف عنده صوت هلا قالت امي تقول نورة السيد احمد سي عبد الرحمن طبطب بدر ويوسف من الطق بالصوت اي اول عنده صوت عنده صوت عنده صوت عنده صوت عنده صوت ما يستهلوش عنده صوت عنده صوت لاربع الاذنان اي صدق لا من اول بالطق ها اول لا عصر لا طق مرقيه ام نورة تقول طق تاديب يعني اي ملوم ام مرقيه تفكنا عصب عليه السايق ملوم ام مرقيه لما تفكنا كان رحنا لا عاد السواق تشك 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 ايه السايق بعدين تحسب عصب على السايق روح اعطيهم فلوس طراق السايق مو شارب قيوه لا خالد اذا ما شرب قيوه منو؟ ضابط ايه ضابط اول عندكم صوره وهو يدنا سيد هاشم احمد الرفاعي لابس رسمي اي انا لحقتها شنو رتبته كان ضابط؟ اول ما كنا جماد مع الشيخ سعد مع الشيخ اول عريف عبد الله لا اربع اربع سعيدان السمعي علمه يقول انا اللي علمه سعيدان هو اللي علمه هو كان يسمونه لا ابوي يسمي سعيدان الله يقول انا اللي علمه شكرا ابوي لا تقولي سعيدان